بيكم معانا وحلقه جديده من صفه طبيعيه صدى البلد معاكم توتا مراد. هنعمل النهارده اكله سمك حلوه جدا وسهله وسريعه وفيها ميزه كمان ان هي موفره. طيب ليه موفره؟ عشان هستخدم سمك فيليه. سمك الفيليه موجود في السوق في اي سوبر ماركت او لو هتجيبيه طازه من اول يعني 30 او 35 40 جنيه الكيلو، تمام؟ مش لازم اروح اشتري نوع غالي، الانواع الموجوده في السوق حلوه وكويسه نسمي بالله ونشتغل بيها على طول. طيب زي ما قلنا اي نوع موجود في السوق تقدري تعملي بيه، سمك مجمد، سمك طازه، باصه احمر، ابيض، اي نوع انت موجود عندك تقدري تستخدميه بدون قلق. هنعمل له خلطه بالصلصه طعمها وهمي، لسه منزله الصوره على البيج بتاعتها لاني عملته امبارح في البيت وقلت لازم اعمله النهارده معاكم عشان نشوف قد ايه سهل وبسيط. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل خلطه كده بال يعني شبيهه الكابوريا اللي هو السوريمي، حاجه زي صوابع كده بتقال عليها صوابع الكابوريا لكن هي مش كابوريا، حاجه مصنعه. طعمها حلو وسعرها برده مش غالي، الكيس بيكون فيه كميه كويسه حوالي 400 جرام او 350 جرام، سعره حاجه و30 جنيه. فبالتالي هعمل اكله سمك مش هتكلفني 100 جنيه وهتعمل عدد كويس. تعالوا كده نسميه بسم الله ونبتدي نشوف مقاديرنا مع بعض ايه. اول حاجه معايا مقادير طاجن سمك الفيليه، عباره عن ايه؟ عباره عن سمك فيليه متقطع عندي مكعبات، بصل احمر مكعبات. في الوصفه دي هستخدم بصل احمر، اطلعه على النار لان نسبه السكر اللي فيها تظبط الاكله بتاعتي في الاخر، فلو عندك بصل ابيض مفيش مشكله بس الاحمر في الاكله دي بيكون حلو جدا. معايا فلفل اخضر مكعبات وطماطم مكعبات، كل مكعبات كل خضار بتاعي مكعبات، واربع فصوص توم شرايح، توم مفروم مفيش مشكله، توم باودر لو انت مالكيش في طعم التوم القوي ممكن برده مفيش مشكله. طيب معانا ايه تاني؟ معايا قرن فلفل حامي مفروم ومعلقتين كبار من صلصه الطماطم، ملح وفلفل وكمون وكزبره حبهان مطحون وبابريكا وزيت وزبده وخضره مفرومه، هتديني طعم للطاجن فوق الروعه. وشويه بقى بقدونس للتزيين وشرايح ليمون من غير تزيين خالص، ممكن يعني تاخدي الطاجن كده على طول على السفره مع شويه الرز يبقى الموضوع عندي انتهى. طيب يبقى قلنا كده مقادير طاجن سمك الفيليه، اللي انا هعمله ده تقدروا تعملوه في اي نوع سمك تاني، جزل لو انت هتجيبيه مثلا بولتي، تجيبي بوري، اي نوع سمك هيمشي بالطريقه دي. طيب تعالوا نشوف خلطه الكابوريا، خلطه الكابوريا دي انا هعملها مع الرز حلوه جدا، طعمها تحفه زي ما قلنا سعرها مش غالي. خلطة الكابوريا او السوريمي، يعني يا رب نكون بننطقه صح، هنقول صوابع الكابوريا اللي انتم شايفينها قدامكم دي موجودة في اي سوبر ماركت في قسم المجمدات. معايا فلفل الوان مكعبات وبصل مكعبات، ثوم مفروم، المرة دي بقى مفروم ممكن شرايح برضو مفيش مشكلة. ومعايا صلصة طماطم وعصير طماطم، ملح وفلفل، حبهان، بابريكا، زيت، شبت مفروم، وخلاص كده ما عنديش أي حاجة تانية. الأكلة النهاردة دي سهلة وبسيطة وطعمها تحفة ومش مكلفة، فهتلاقي ميكس حلو النهارده مع بعض. زي ما قلت لكم تقدري تعملي الطاجن بتاع السمك بنفس المقادير وتغيري نوع السمك، خلطه الكابوريا تقدري تشيلي الكابوريا لو ربنا كرمنا كده بشويه جمبري، اقدر برضو ان انا احطه معاهم، اي حاجه بحريه موجوده عندك تقدري تعمليها بنفس الطريقه دي. زي ما احنا هنعمل كده واحده واحده مع بعض. طيب تعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف قد ايه الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه صعبه. طيب انا عندي